السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، عندنا تصريح آخر مهم جدا لرئيسة لجنة الخارجية في البرلمان البيروفي في البيرو، نفس رئيسة لجنة الخارجية اللي سمعنا التصريح ديالها قبل أيام قليلة فقط، واللي وصفت فيه مرتزقة البوليزاريو بدولة الأربعين خيمة. وصفت مرتزقة البوليزاريو بدولة يعني لا وجود لها إلا في الخيام، في أربعين خيمة فقط موجودة في تندوف. هذا رئيسة لجنة الخارجية متابعينا الكرام الآن تخرج في تصريح وتكشف معطيات خطيرة جدا فيما يخص الوضع في البيرو، لأنه كما هو معلوم متابعينا الكرام فإن الدبلوماسية البيروفية كانت قد سحبت الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو، ثم أتى الرئيس، هذا الرئيس هذا الموجود حاليا، أعاد الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو، الأمر الذي أدى إلى استقالة جماعية لوزير الخارجية البيروفي مع عدد من الدبلوماسيين في البيرو احتجاجا على قرار ديال هذا الرئيس اللي رأينا أيضا في الخطاب ديال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يدافع عن مرتزقة البوليزاريو. إذا كان هناك معارضة شديدة جدا، على ما يبدو أن هناك تحركات لتنفيذ قرارات أو يعني عزل الرئيس البيروفي عن اتخاذ مثل هذه القرارات في المستقبل. الآن عندنا تصريح آخر متابعينا الكرام، هو اللي كتشوفوا أمامكم على الشاشة. هذا التصريح لنص رئيسة لجنة الخارجية تقول فيه على أن الافتقار، إن افتقار قدرة الحكومة على اتخاذ القرار يعني أن ربات البيوت والمزارع والمزارعين اليوم يطالبون بإلحاح لإيجاد حلول فورية. سيؤدي ارتفاع قيمة اليوريا إلى مضاعفة سعر البطاطس 3 مرات. تمثل اليوريا ما يقارب 40% من الأسمدة المستخدمة في البيرو. اقترح المغرب، المغرب هنا كان قد قدم مساعدة إلى البيرو باش تخرج من هذه الأزمة، باش تخرج من هذه المجاعة اللي داخلين فيها. نفس رئيسة لجنة الخارجية تقول المغرب اقترح على الحكومة في البيرو إجراء وقائي. شنو هو هذا الإجراء الوقائي؟ هو التبرع ب 150 ألف طن من الأسمدة التي كانت سوف تزود اليوم آلاف المزارعين في البيرو بالأسمدة وإنقاذ البيرو من المجاعة. إن لا مبالاة وسوء الإدارة من جانب السلطة التنفيذية تجعل البيروفيين الآن بلا طعام. هذا تصريح ديال رئيسة لجنة الخارجية في البرلمان البيروفي. إذن هنا متابعينا الكرام، المغرب طبيعة الحال حينما نتكلم عن المغرب فنحن لا نتكلم عن سياسة الرشوة أو سياسة تقديم الرشوة إلى الرؤساء أو إلى مسؤولين من أجل أن يعلنوا مواقف كتكون مواقف مؤقتة فقط ثم ينقلبون عليها. المغرب هنا كيمشي كيشوف الدول اشنو خصها، كيشوف الدول اشنو محتاجة، وكيوقع معها شراكات، وكيوقع معها استثمارات، وكيوقع معها يعني مصالح مشتركة، رابح رابح، باش كتكون المصالح دائمة، كتكون المصالح مستدامة. فهنا المغرب حينما رأى على أن البيرو غادية للهاوية، اقترح عليها إجراء وقائي وهو تقديم دعم للأسمدة. هذا الدعم كان سوف ينقذ البيرو من المجاعة اللي داخل فيها الآن. هذا التصريح متابعينا الكرام هو تصريح رسمي، لا أتحدث من تلقاء نفسي وإنما أتحدث عن رئيسة لجنة الخارجية اللي كتقول هذه المعطيات. الآن سعر الغذاء في البيرو غادي يتضاعف 3 مرات، وكان من الممكن أن يتم إنقاذ هذا الموقف بالتدخل المغربي، ولكن بما أن طبيعة الحال هذا الرئيس المغفل ديال البيرو مشى أعاد الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو، فالمغرب طبيعة الحال يعني ألغى هذا الدعم وألغى هذا يعني المساعدة اللي كانت غادي تقدم للبيرو، وألغى هذا الخطة أو الاستراتيجية الوقائية اللي كانت غادي تخرج البيرو من هذا الأزمة الغذائية. والآن هناك انتقادات كبيرة جدا، لا من ناحية المعارضة ولا من ناحية البرلمان ولا من ناحية البرلمانيين ولا من ناحية حتى الناس اللي كاينين في الحكومة في البيرو، ينتقدون القرار المغفل ديال الرئيس البيروفي لأنهم وضعهم الآن في مجاعة وما كيش الحل، لا يوجد حل الآن بالنسبة للبيرو غير المغرب. وطبيعة الحال المغرب لن يتعامل مع دولة تعترف بمرتزقة البوليزاريو. بغيتوا تعاونوا معنا، بغيتوا مصالح مشتركة، بغيتوا استثمارات مغربية عندكم، بغيتوا نبنيو عندكم مصانع للأسمدة وما إلى ذلك، سحبوا الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو وغادي تكون عندنا مصالح مشتركة طويلة
الأمد. إذن متابعينا الكرام، كان هذا تصريح جديد لرئيسة لجنة الخارجية في البرلمان البيروفي. عفوا، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.